برايك ما هي الاغنيه التي تستحق لقب اغنيه عام 2023؟ اغنيه شيرين خصمت النوم. ليش؟ احلى اغنيه. اغنيه سميني عاشق مجنون. التركي. ليش اخترت هالاغنيه؟ يعني أغنية إحساسها حلو، كلماتها حلوة. برأيك ما الأغنية اللي تستحق لقب أغنية عام 2023؟ والله صراحة يعني أنا يعني مو كل سماع للأغاني، بس تعرف لازم بالسيارة مرات يا محلاق يا محل، هاي أكو أغاني يعني صارت ترند، وبنفس الوقت همين تحس إنه صدق بها روحية وبها كلمات يعني تحسها حقيقية مو تصفيط وكذي شيء. يعني من ضمنهن حسام الرسام مو آسف، وتجي من بعدها جلال الزين مال عطرك. يعني تحس هي قصة واقعية أصلاً اثنيناتهن، وتحس موجودة بالشارع. يعني كلماتها إذا تسمعها تقول تتذكر فد موقف، تتذكر فد فشي هيك شيء. والله تريد أنا ما أسمع ترند إلا حديثة، أسمع كلاسيك. فأسألني يعني ما هي أحلى أغنية بالسبعينات، أقول لك من هي. ما أسمع ترند، هي الكلمات حلوة بس الألحان يعني ما يعجبني. فأنا أحب الألحان أهم شيء، أهم الكلمات عندي. اي صحيح، بس هو مو يعني بس احمد رياض عنده يعني اغاني حلوه اللي هي الحانها وكلمات. هاي الاغنيه مال شنو مال احمد رياض؟ لا هاي اللي يغنوها دائما هم، بس ما سامح انساها. فهو قلت لك انا دائما كله كلاسيك يعني على عيني انا. يعني انا هم ما اسمع اشياء جديده ابدا، هم مودي دائما قديم كلاسيكي، فنفس الراي تقريبا. هواية أغاني نزلت حلوة، هواية أغاني يعني بالوقت الحاضر نزلت كلش رائعة وجميلة، وخاصة أنه أغاني بهالوقت هذا يعني كلش جميلة ورائعة. بس أجمل أغنية أنه هي كانت جميلة ويعني أنا حبيتها، أنه فكانت أغنية محمود التركي، أغنية يا سلام، أغنية كلش حلوة. وكذلك مال جلال الزين مال إجاني عطرك، همين كلش حلوة، وهمين تعبر عن هواي شغلات بالوقت الحاضر.